قديش كنت تلعب العاب؟ رجلك لمست النار. خلص ها بسام بدر. ايش هذا؟ انا ميت. انا كنت على وقت بحر. ايش هو بحر؟ تناظر عمك تناظر. ما طلعت فيك متى شفت بين عوديك؟ والله ما قد شفتك. انا شايف تناظر فيه بس حسان. احنا رايجين تناظر رايجين من بعيد. مين الرايجين اللي اناظرهم من بعيد؟ انت بين تفاهم تبين تضارب. نبغى نتفاهم. دق على فزعاتك بل عن امك تطلع. امي. ها يا ابن. تخيل اليوم في الجامعة. تعال يا سميتي تعال. امي. نعم امي اتخيل اليوم أيوة؟ في الجامعة. متى؟ في الجامعة اتخيل. الو يا فاطمة. امي. هلا. بقول لك شيء بس لا حد يدري. اسمع بقول لك شيء بس لا حد يدري. يلا يلا. الو مصالح. ايه ابراهيم خطاب. ابراهيم خطاب خطاب. ايه ما شاء الله ما شاء الله. انت انا لا ايش فيك؟ بغت انجليزي بالغلط. طيب ما عليك ركز انت بس ركز ما عليك ركز. هابي ورك نيفر وي مي اي حريم في الصالة. أنا لازم أخرج. ما في حريم في الصالة. شوفوا لي طريق. شوفوا لي. تستكشف بالعقل الكثير. خرج الرجل الصغير يسعى دائما. إيطوني سلم على عمو. عمو يا هنا دودو. دغي متفل على عمك. إيه يا سلب. عطى إلا. نور الله سلم عليك أرني جريند أمنا سلمان. طارق هات الريموت. ترك انت مرة مكتل. تبغى الريموت خذ انت بنفسك. تعودت علي. غلطت مرة وقلت على الرخيص غالي. والله يتغيب اني احبك اقسم بالله العظيم. يا ولد لا لا تمدحني. ليش؟ والله احبك بالله. لو انا في خاطي يا ولد. عزوز وش رايك في بدلتي؟ ها؟ وش رايك فيها؟ تكفى تغيب. يا ولد ترى تكفى ابي اقول. لا تقول تكفى. خلّ. وهذه كل السالفة بس اسمع. لا حد يدري الموضوع. هذا الموضوع بيني وبينك. والله ما علم ابدا ما علم احد. انتشر على موقع ميغان از ذا كريمينلز ذا دراج ديلرز ام خبر فوتريتي جايت فوتريتي اني بوليتيشه كاتاستروف. كل العيال يتناحشون مني كلهم ابعدوا عني. لا خذلك الوقت يا قلبي ابتسم معي فلوس جد. بس انت يا دغيه ما تنفع تصير كول. وانا وش قاصرني بدلتي ولابسها يا رجال. انا عند بيتكم اطلع انت فاهم في سيارتي يركب. لازم تفك شماغك عشان تصير كول. لا تراك محبوب عند الناس يا دغيم. تراك محبوب عند الناس يا دغيم. انا انتهيت. عزوز خالد يقولون من تحت غيم تهبلت. الله العظيم ايش برجك؟ ما ادري والله يقولوا لي جوزاء. يا مقرف. جوزاء معروف عنه انه معفن. ادخل موقع كيس الابراج واقرا عن نفسك حيوان. والله من جد انت حيوان. دائما الجوزائيون سنافر. ما توقعتها منك بس في عندك مميزات. انت حبوب. ليه انت ايش عندك اليوم العصر؟ اليوم مباراه طحن طايره. او كويس احب الطايره ودي العب معاكم. او ما ينفع طارق. ليه؟ انت قصير. طولك يا طارق قصير انت. احنا كلنا طوال. انا اعيد الهرجه مرتين وثلاثه. ها اعيدها مرتين وثلاثه. استهدي بالله خلاص عشاني. امي اتخيل اليوم صاحبتي اغمى عليها في الجامعه.
يا لطيف الله يلطف بنقول يا الله يلطف بنقولي ما شاء الله مالك ومال نادي لو ترضي امه ما صار فيها مزاح زيك وزي عمالك حتى انت احنا انت صوتك لما تتكلمين ما رفعته مسافر عمره مع الشباب عمره مين دي يروح معاه خالد ولد مين ايش اسم امه ايش مناسك العمره مناسك ايش هي مناسك حج بيت الله الحرام اذبح طريق اللي يوديك للحرم هذا اعرفه الهدى هذا فوق جبل عند القرد اللي زيه الفنان العزة كلمة أخيرة حاب تقولها في نهاية لقائنا الحقيقة أحب أشكر أمي وأبوي اللي دعموني في بداية مشواري الفني صوتك اللي وقالي اللي باقي من ليالينا أمشط شعرك عكس والله لا سمي بنتي حصة تبي زوجتي ولا تنقلع بيتها حبيبي مجنون أنت هذا اسم أمي وبعد 3 سنوات ما شاء الله مبروك المولود ايش سميتها الله يسلمك اصبر جيبه في الصغيك دريموسي في بيار الا محمد كم باقي على تخرجك ليه تطعني وانا ميت بليا قاعد ادور وين اديت مخدراتي والله بخطأ وش في أمك أنت؟ معليش أبوي أنا آسف وش اللي آسف أفرق وجهك بالزفلت أنا اليوم فم ذا مجنون أنت هذا بطل المملكة للكاراتيه بس اسمعني زي يا يوم أنا مو هامي شيء شب ولا كلمة طلب ولدك اطق أبوي اطق عمك ما تشوف السيارة يا حمار؟ لا لا هي لا تسوي مجنون ترى انا خدمي هنا انزلك ادعس على فمك اسال عن طارق حيلزونه هيا حرك اطيب لك بسرعة بسرعة اشوف ما كنت بتضرب ايش فيك؟ ما كنت سرقت بيت في السعودية بس دق الجرس انا ترقين لك وتسعي صبح خلاص إذا وصلت عند الباب علمنا نفتح لك أخي هذا الفهد نحف بشكل صار هيكل عظمي هلا بالعيال وحشيني طول شعرك وش ذدق إنه محدد بعد جوكم خيس عطونا مزيك أسماء أصحابك في الرياض وأسماء أصحابك في مكة في الرياض تركي فهد محمد صالح في مكة عبد الله القلق منباوي فهد السومطرة القمري اللوري سعد ولد الخياطة طيام بليله وسو وسا خير الله ابو انيسه خالد ايش بك خالد ازهم امي ايش بك يا واد كنا نصور يا امي وطاح خالد وصار قوم يا واد بسم الله عليك الرحمن الرحيم يلا امي ادعي لي ها الله يحفظك ويبعد عنك العيال الصايم اسوي تحدي الايس بوكيت هذا تحدي الناس شو؟ كذا بوكيت It's ice bucket. اسمع. ice bucket. يا حبيبي سبك كسبك شيء. صدق في تويتر كل الفلورز عندي مهمين. تدري شركة أبل بكبرها مسويت لي فلو. بالله عندي مفتاح. والله ما أقول. ليش طيب؟ أنا آخر مرة فاتح الباب. طيب خذ ابو جاب مش حط الساحه حط اي شيء ولد